عليكم. ده عزيز رويشي. الحمد لله تزاد عندي جوج وليدات وبنيتة. هاد حرمان 6 سنين الحمد لله، تفكيت على خير وبخير الحمد لله، وتعاملوا معايا. وكنشكر الدكتور الحضري اللي كنت متبعة معاه، والدكتور عبد الله واللي صار له العملية كنشكره حتى هو، والبنات اللي هنايا كلشي تعامل معايا الله يرحم والديهم. كنشكر رجاء ونهيلة خلود حتى هما الله يرحم والديهم. كلشي فرحة الحمد لله، شحال وانا كنتسنى هاد الفرحة. الحمد لله كلشي فرحة معايا الحمد لله. السلام عليكم. الحمد لله 6 سنين وانا مزوج الحمد لله، وجاب الله مؤخرا جاب الله الحمد لله 3 الوليدات. اللهم لك الحمد، صبرنا وربي الحمد لله. اللهم لك الحمد. وكنشكر هاد الناس هادو كاملين اللي نفسا يضرهم تعاملوا معنا معاملة مزيانة، الله يرحم من الوالدين. والحمد لله اللهم لك الحمد. وولدت سيزارك بالعملية والحمد لله. اللهم لك الحمد، دابا الصحة ديالها مزيانة الحمد لله، واللهم لك الحمد. استقبل مستشفى سانية درم الإقليمي بسانية درم لتطوان يوم الثلاثاء 12 دجنبر حالات حاملة 3 توأم التي كانت تراقب الحمل ديالها بمستشفى مصلحتنا، وقد تم التشخيص في مراحل مبكرة، وقد تمت ولادتها عبر في ظروف صحية جيدة عبر عملية قيصرية. تضافرت جهود جميع الأطر الصحية المعنية بالأمر، وأسفرت عن ولادة 3 أجنة، 2 ذكور وأنثى واحدة، يتمتعون بصحة جيدة ويجدون بمصلحة العناية الطبية المركزية.